طايق ولا حاجه. سيبك من الكلام ده، بقول لك وحشني يا راجل. وانت كده يعني؟ انا بحبك يا بنت. اخص عليك يا نوخه، بتضربني؟ اه بضربك، بقالي 5 سنين ما ضربتش حرمه. ضرب الحريم ليه طعم تاني برضك. صوتي على الله يكون حد سمع صويتك واتضايق. بضربها. في حد متضايق؟ يا بنت زعلت ولا ايه؟ ما تزعليش، لا اقتلك. اكل الحبيب زي اكل الزبيب. بس بقى يا نور. يا بنت اطفي النور. الكل الرمة مش هيبطل يبتزني، ده بيستغل الشبه اللي بينا وبيلعب باسمي في السوق. قول اذا ضغطت يا فندم ان في شيكات كتير جدا بتروح البنك على امضى مش بامضى سعادتك. حتى الهدوم اللي انا بلبسها بيروح بيشتري زيها وبيبعت الفواتير على عنواني. ثم البنت الجير فريند بتاعتي افتكرته انا. مخلوق وصل يا باشا. هتقول بسرعه. انا هخلي ترمواي يندم على اليوم اللي بص في المرايه واكتشف الشبه اللي بينه وبينه. عمنا باشا. الف حمد لله على السلامه يا مخنوخ، اخيرا خرجت من السجن. لا باشا انا ما خرجتش، انا هربت من السجن. ولو عايز تبلغ بلغ البوليس نمرته 122. ابلغ ايه؟ انا ما صدقت انك خرجت. اقعد. كلام على ايه يا باشا؟ اكل. طب عايزه مع سبب اصرار وترسب ولا ضرب تفضل موت ولا صعقه من الكهرباء ولا الثلاثه مجتمعين؟ المهم انه يموت ويروح في 60 داهيه. اه باشا بس الدم غالي. 500,000. اخضر احمر ازرق. انا معاك في كل الالوان. هم 500,000 جنيه مصري والعربون اهو شيك باربعين جنيه. يبقى انا كده فاضل لي 499,960 جنيه. كلام على مين يا باشا؟ ترمواي. ايه عباس ترمواي؟ انت غفلتنا يا باشا، انا عمري ما شفته بس هسمع يعني انه منطقه. ده عايز له خريطه عشان تقتل. ايه خايف يا بطل؟ انا ما بخافش غير من اللي خلقني. 2 3 كده يعني منهم ترمواي. بس اذا كان هو ترمواي انا نخنوخ. نحش بذمة. انتوا ما بتتكلموش ليه؟ احنا المفروض نتكلم فيها يا نورة. انا مش فاكر حاجة دلوقتي يا بابا، اسأل معتمد. مش فاكر. فين فين في ايه يا عز؟ بالنسبة لي مش عايز افتكر انا دلوقتي. ارجع. قومي يا عز افتحي لاخوكي. رفضع. انت حلو قوي. ماشي. انتوا بتاكلوا من غيري؟ يا خوانة. كمان ممبار؟ 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 عملت ايه؟ ناس جحدة. ما فيش حد فيهم عاوز يسيب البيت. طب والحل؟ لازم امر ازالة للبيت. كده بقى يبقى ما فيش غير ويكا. وهيعمل ايه ويكا يعني؟ هو مش هيخش كلية الشرطة؟ بس لسه نتيجة الثانوية العامة هتبان بكرة. هينجح وهيخش كلية الشرطة وهجيب أمر الإزالة. طب ادعوا معايا، ادعوا معايا وقولوا يا رب. يا رب. ويكا قال إيه؟ مرات الظابط لازم تكون سمباتيك. لولا النخت أنا كنت حبستهولها. المسامح كريم يا باشا. ياه إيدك تخينة قوي. مش هتخن من ايديك يا حبيبتي. صباعك الثالث لامس صباعي الرابع. نفس احساس صباعي الصغير حاضن صباعك الكبير. يا صبابعنا، هي ايد مين فينا اللي عرقان العرق ده كله؟ ما تفرقش، انا تهت في الميه اللي بين ايدينا. وانا ميه ايدينا محيراني. 10,220 235 265 270 285 ايوه 315 بيه. افتح انت هتعمل ايه يا بيه؟
تعالوا انتوا ما تخافوش عمكم صابر. جبت لكم رقم الجلوس. نهار اسود، امال احنا كنا بنسمع يوم الصبح. 428 نهار اسود. النمر بتنط كده ليه؟ تصدق انا مش فاهم حاجه في النمر دي. ما هو اللي يقولوا نمرته يبقى نجح، انما بعيد عنك لو فوته نمرته يبقى ريح. طب والمجموع؟ مجموع مين يا عماله؟ ده سياده اللي هو قال لي يا صابر بس ابنك ينجح، ان شاء الله يجيب 50%. ان شاء الله هينجح الولا ويجع ده لهلوبه. طبعا. هو رقم معاده كام؟ رقم مين؟ رقم معاد ابنك. 170 39 58 13 74 0 3 5. بس ابنك لو حافظ الرقم ده زي ما انت بتقوله كده هينجح. احمد حلمي الشرطي صاحي. احمد عبد الله محمد صاحي. ابراهيم السيد احمد صاحي. سعيد عبد النبي غريب صاحي. شادي عبد المنعم سعيد صاحي. علي ابو فتوح ابراهيم صاحي. علي موسى سالم صاحي. مسعد يا فاشل يا صاحي. اي يا لهوي صاحي. مليح محمد ابراهيم صاحي. خلاص بقى خلاص بقى يا سفينه، هي اول مره ان شاء الله السنه الجايه هتنجح. انا مش مشكله انا يا باشا، المهم ان انت تنجح وتخش كليه الشرطه وتبقى ضابط قد الدنيا، وشوف بقى سفينه يبقى صاحبه ضابط شرطه. والله العظيم اعمل معاك احلى واجب يا سفينه، ده انا احبسك خميس وجمعه من كل اسبوع. بس انت ادعي لي يا رب تنجح يا يوسف يا ابن عم صابر يلي اسمك ويكا يا رب. برضو جيت يا حبيبه. ثانيه واحده بقى لو حرف ايه ولا ايه الساعه والشقاوه صامت.